إلى أين أذهب؟ قلت إلى نجمة غير مرئية أو إلى الكهف. قال يحاصرني واقع لا أجيد قراءته. قلت دون إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتراجع، واسأل خيالك هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل؟ فقال ولكنني لا أجيد الكتابة يا صاحبي. فسألت كذبت علينا إذن؟ فأجاب على الحلم أن يرشد الحالمين كما الوحي. ثم تنهد خذ بيدي أيها المستحيل وغاب كما تتمنى الأساطير. لم ينتصر ليعيش ولم ينكسر ليموت، فخذ بيدينا معا أيها المستحيل. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس